انا هلا بدي ارجع حلب. طول بالك، بكره الصبح بنتيسر. انا انت شو؟ انا اصلا ما بدي اياكم تجوا لعندي لهون. وليش ما بدك يانا نجي لهون؟ انا ما بدي اتجوز بنتي على حلب. يعني انت عارفان ليش نحن اجينا؟ اي نعم، انا عرفت من وقت اللي اجى لعندي فارس على الدكان، عرفت ايش جابكم عالشام. وليش ما حكيت هذا الحكي من الاول عمي؟ ليش خليتني طالعك من قلبي وانا مفكرك رح تكون بمقام ابوي؟ عمي انا ماني طمعان بالجوازه من بنتك، انا جاي اشم ريحه ابوي منك، جاي اقول لك كمان ايش قال لي ابوي قبل ما يموت. ايش قال لك؟ قال لي رجع عمك لحلب، رجع الاخ لاخوه. قلت له شلون يوب؟ قال لي تجوز بنته جميله لانه هو بيحبها كثير، وبس تجوزتها بده يجي على حلب، واكيد رح يشوف عمك ابو فتحي وبتصفى القلوب. بس عمك ابو فتحي زعلني. ايه بس هو بيضل اخوك الكبير عمي. عيط علي قدام الخلق وبهدلني وقال عني اني رجال عاطل. مثل ما بهدلتني انت. بس انت ابن اخوي. هو بيضل اخوك الكبير عمي. مين علمك هالحكي؟ ابوي. ابوي علمني حبكم وحبك لإلك وحب نانتي وحب كل قرايبيننا، وقال لي انه ما عاديكم وما زعلكم لو ايش ما كان يكون. الله يرحمك يا ابو فارس. فايزة جهزي حالك نروح على حلب. شو هالحكي مرت عمي؟ طولي بالك. امرك نانا. وقفوا. يام الله يخليكي، خليكي هون عندي. شو بدي اعمل عندك؟ بدي اروح على حلب، بدي اشوف اخوي. انا خجلان منه وخجلان منكم. ليش ياما؟ انا خجلان من اخوي يا فتحي، انا اللي عيطت عليه وأنا اللي بهدلته قدام الخلق وما اعتبرته بمقام أبوي. بس هو يامو مسامحك. عمي هو بعت لك معي أمانة، بعت لك مسبحة جدي لتسبح فيها. مسيك عمي مسيك. هي مسبحة أبوي. إيه هي المسبحة إلك. أخوك ما عاد يقدر يقوم ويحمل الأمانة، هلأ أنت لازم تحملها. أنا رح أحمل الأمانة. الله يرضى عليك. إمتى بدنا نروح على حلب؟ قبل ما نروح على حلب بدي أعرف شو مشان جميلة وفارس؟ جميلة لفارس. خلينا يا عمي. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله مبروك يا فارس. مبروك. ان شاء الله يبارك فيك. ان شاء الله مبروك. بارك في عمرك. ضبي الاغراض. نروح على حلب. ضبي الاغراض. على عيني. لا لا لا